السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك وفي هذا المساء الرائع تحملنا مسؤولية، واسأل الله أن يكون في عوننا. واحد من الشباب جزاه الله خير تبرع بسلال غذائية ومواد غذائية نوزعها على الفقراء والمساكين، واستأمننا على ذلك، ونسأل الله أن يكون في العون. فيديو مختلف قد لا يعجب البعض وقد يلقى انتقادات واسعة، لكن ما في مانع أصلا. المتبرع غير معروف، والأسر التي سوف تستلم هذه المواد أيضا سيتم إخفائهم ولن يظهر على الكاميرا أي شخص منهم. فنحن سنتوكل على الله وسنبدأ بتوزيع هذه السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بإذن الله بعد البحث والتحري ويعني جمع المعلومات. حصلنا على الأسر وبإذن الله سنصل إلى 100 أسرة محتاجة احتياج فعلا، يحتاجون إلى الحبة الرز، إلى الروتي، وإلى أدنى الأشياء التي هي في الأصل أساسية. أسأل الله أن يكون في عون هذا المتبرع، وأسأل الله أن يجزيه كل خير. وهذه رسالة إلى كل من بيده الخير، وإلى كل أصحاب الأيادي البيضاء، وإلى كل المغتربين الموسرين، وإلى التجار، وإلى أصحاب الأموال. تفقدوا جيرانكم، تفقدوا المساكين والمعوزين، تفقدوا الأسر المحتاجة، كونوا عونا لهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وفي ظل ارتفاع الصرف، وفي ظل ارتفاع غير مسبوق ولأول مرة في أسعار المواد الغذائية، لدرجة أن الكيس الرز 80,000، البر والسكر فوق فوق فوق. أسأل الله أن يكون في العون كل واحد في منطقته، البيضاني في البيضة، الصنعاني في صنعاء، الذماري في ذمار، الحضرمي في حضرموت، أصحاب مارب في مارب، كل واحد يتفقد الأسر المحتاجة التي هي بجواره وقريبة منه. بإذن الله سنوزع هذه السلال الغذائية على الأسر المحتاجة، وستكون بسرية تامة بحيث لا يدخل الإحراج إلى بعض الأسر ولا يعرف بها أحد نهائيا. ما كان يريد أن يتبرع وأن يتصدق فعليها أن يبحث عن الناس المخلصين والناس الباحثين عن الحق والباحثين عن الأسر المحتاجة، وله جزيل الشكر. تعاونوا وتكافأوا وكونوا يدا واحدة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وما نقص مال من صدقة. أسأل الله أن يكون في عوننا وعونكم وعون كل الجميع، وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل ما يحب ويرضى. أحبة الكرام، لا تنسونا من خالص دعائكم، وتابعوا بقية الفيديوهات التي سوف ننشرها. خلصنا؟ الله يعطيكم العافية يا شباب، أسأل الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول الراوي وأظنه قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يا شباب، والله لو لم يكن في فضل الصدقة والبذل والعطاء إلا هذا الحديث لكفى. أسعدهم. هذا زيت، هذا زيت أبو علي، هذا سكر، هذا الرز، وهذه الفاصوليا يا أبو علي في سيارتي بودي البيت علشان أقسمه 100 كيس في كل كيس. أسأل الله أن يكذلك ميزان حسناتك، أسأل الله أن يكذلك في كل حال. حرضك الله يا أبو علي، حرضك الله. جهد جهد جبار.